اسمي السائق ضابط الإسعاف راس محمود أكحاش، سائق مستشفى جنين الحكومي. كنا ننقل إصابة عند السلمة، قام أجل القناص صار يرشح علينا رصاص من شب عقل، يعني شايفين ننقل إصابة، حملنا الإصابة ونحطي الرصاص على سيارة الإسعاف. وين؟ هي الرصاص نقلت جوا على الأجهزة الطبية، قلب الإسعاف صارت الجهاز الطبي اللي جوا، والله سطرنا يعني من ال... طبعا هاي الرصاصة انطلق من جوات الإسعاف، هاي الرصاصة هم استهدفوا طول العملية الإسعاف والطواقم. هم شايفين يعني إسعاف وطفوا علينا يعني عن مسافة قريب، يعني كانوا شايفين.